البريبوستاتيك ترينج احنا عملنا كومبينيشن خلاص الراجل دلوقتي ماشي تعملوني ابلكيشن فور ترانسلتال ابلكيشن وبالتالي اكيد السيكولوجي مسكتي فاحنا مرحله اسمها مرحله ايه؟ بريبوستاتيك احنا عملنا خلاص الابلكيشن بريبوستاتيك لسه ما عملناش بريبوستاتيك نعمل ايه؟ لازم نعمل بروفايل سايكولوجيكال سبورت من خلال حاجات كتير هقول لكم عليها. ثاني نقطه قديمة كنترول الليم جرابنج او شيبنج فور اوبتيمال فيت اوف بروسيس ما ينفعش يبقى داخل البروسيس برجل قبل كده مش هنقدر ندخله رجله في السوكت كويس رجل دي اقصر مش هنقدر نحط رجله ونعملها تبقى فيت مناسبة للحجم كويس مع البروسيس. كمان لازم نعمل انهانسمنت فور روشن اند سترينثنج اوف ذا مسل. المايند سايد تيستنج اند تريننج. ده كله التفاصيل اللي هقولها لك. للناس اللي بتستخدم مايو الكتريك بروسيس الكترودز هو انا عملت الكترودز ويلا يا عم افتح واقفل ولا في تحكم موضوع جديد احط الانشرات فين؟ حجم الالكترود ايه؟ المصر والكيل بتاع الالكترود ازاي؟ بيزك تريننج الاي دي اس وبتاع الالكترود سايكولوجيكال سبورت من خلال زيارات متعدده يقعد مع اقران يعني الناس اللي عنده مثلا ترانس تيبيال او ترانس او بيلوني امبيوتي مثلا خمسه سته يقعدوا مع بعض بس واحد كان مثلا سابقهم في مرحله او مرحلتين او بقاله ثلاث سنين ولابس البروسيسس ودخل عليهم بالبروسيسس فده بيقول له خلي بالك انا حسيت بكذا لما اديت البروسيسس كان بيعلمه وهنعمل وعملت اكسرسايزز كذا يعني بيحصل اديوكيشن بيحصل توعيه وعلى فكره انا بنظف الجهاز ده بالطريقه الفلانيه، طبعا دي يعني بس بيعرف واحنا هنقول له تفاصيل فيزيك ثيرابيست ما بيعتمدش بس على الزيارات دي ولكن بيعتمد بيقول ان الزيارات دي بتقول طب ما هو كان هو برضه نفس بالظبط وبيروح الشغل وشايل الشنطه وماشي عادي بنفس ايده المقطوعه شايل شنطه عادي يعني ما الحياه ما وقفتش بس مش بسطور ان كان اسيست in setting expectations. يعني بقول لك انا جاي لك في المستقبل وبقول لك هتمشي على رجلك. صح مش قلت لك expectations بتاعتك؟ يبقى كده بيرفع سقف توقعاته بالنسبه للريبيتيشن بروجرام بتاعه. يقول لك انت تبقى كويس انت هتمشي على رجلك تاني. يعني مش خلاص بقى راحت عليا لا ما راحتش عليك ابدا. إديما كنترول لأن إديما كنترول فيها كلام جديد هنا شوية. وهنذاكرها مع بعض. إحنا قلنا إديما كنترول بنعمل رابنج. فيجر أوف 8 وجبنا فيديو بيها المرة اللي فاتت. بس هنتقدم خطوة. إحنا لسه بريبوستاتيك. بريبوستاتيك. ما يمكنناش لا تمبرري ولا بيرمننت ولا أي حاجة. يوم بقى نتقدم خطوة ونعمل حاجة اسمها إيه؟ الاستاسايت شرينكرز. اور رول اون لاين ايه الشكل؟ بص كده المنظر شراب بس سيليكون بيلبسه طبعا السيليكون ده بيعمل فيت اون بيمسك جامد فكده بيعمل ري شيبنج للستام وبيحافظ على الشكل وبيعمل كومبريشن عليه ماشي المنظر ده رول اون لاينر احسن من فيلو فيت احسن من فيلو فيت طب لو في يعني ووند لسه او بتاع بنغطيها بحاجه سيليكون او حاجه ثانيه وبعدين نلبس عليها رول اون لاينر ده احسن بس الاحسن واحسن ايه؟ الفيمورال بروسيسس ولكن انا بكلمك عن بريبوستاتيك ستيج احسن حاجه فيها ايه؟ رول اون لاينر more convenient and provide more consistent compression ليه بقى؟ لان انت لما بتعمل فيجر اوف 8 ربطته خلاص شويه وبيرخي
يمشي معاك. انما ده ثابت فبدي كومبريشن اعلى. For those with transradial amputation, transradial, اللاينر ده 2 انش above the elbow. طمن ترانسيومرال as much as possible يرفع فوق. ترانسيومرال يرفع فوق على قد ما يقدر وكمان يعلقه باستراب في الشيست. استراب في الشيست على الشيست عشان يعلقه كويس. يرفعه فوق اعلى درجه ويعلقه باستراب على الشيست عشان يمسك كويس. ادي الرول فون لاينر. طيب تتصوروا ان ممكن القديمه تقل ازاي؟ تقل ازاي تاني غير الرول فون لاينر؟ نعم؟ ما خلاص احنا قلنا الرول فون احسن. فكروا في ايه؟ حلو كويس وفي البدايات حلو معقول جدا بس البري بروستاتيك احسن حاجه الرول اون. ها نعمل ايه تاني عشان نقلل القديم؟ نعم اليفيشن اباف ذا هيد مع ايه؟ اكتف خلي بالك اكتف كونتراكشن اوف ريمينينج ماسلز يعني يرفع فراسه ويشد عضلاته عشان يعمل بامبنج لاي فلويدز سكسس فلويدز سيستم ترجع تاني فينا سرتيرا. طب متصورين ممكن يقلل الاديمه ايه كمان؟ نيوماتيك كومبريشن. هو النيوماتيك كومبريشن للاسف معمول عشان يلبس فيلم كامل. نعم؟ عارف بس هو يعني لا هو حصل امبيوتيشن فعلا بريبروستيك يعني حصل امبيوتيشن فعلا احنا لسه هدف بس بروستيك فالنيوماتيك كومبريشن ما اقدرش البسه له لانه ده رجل كامله وهو اصلا رجله مش كامله ما اقدرش البسه ليه حاجه زي كده. طب متصورين ايه اللي يقلل القديمه اكتر او استضافه الكلام ده الليبيشن اكتر كونتراكشن ريترو جريد مساج وهوريك فيديو دلوقتي رائع للريترو جريد مساج. ايه كمان؟ نعم؟ للاسف كل ده احنا ممكن نعمل سموث هيت ابلكيشن از ا بريباريشن فور ريترو جريد مساج اند اكسرسايز. اخر حاجه ودي تهمني جدا وتهم اي حد في الريهابيليتيشن ان يدخل في اي دي ال اكتيفيتيز از ايرلي از بوسيبل يوم الايدي ما تقلش. دخله في اي حاجه. سقف بايدك طب ما معلش اعمل اي حركه. ارفع ايدك فوق كانك بتطول حاجه. كانك هتمسك حاجه. دخله في اي دي ال اكتيفيتيز. ما تخليش حد يلبسه الهدوم. انت عندك ترانس ريديال يعني ايديك طويله. دخل ايدك جوه القميص بتاعك والبس. الحركه دي تقلل القديم. فاحنا قلنا سوفت تيشو موبيلايزيشن زي جنتل فريكشن مساج او ريترو بليد مساج اندنج تريتمنت اوف ريترو بليد مساج. نشوف بقى ريترو بليد مساج برضه. طبعا هو بيستخدم موسترايزر كريم او جيل ويبدا طبعا دي ايد يعني كامله يعني اوري لك بس ايه مثال على الريزو دي المساج ازاي. البريشر بيبقى من ديستال ويقل بروكسيمال. اضرب جامد ديستال وبعدين ابدا اقل وانا رايح بروكسيمال. ان شاء الله الداتا دي هتنزل عندكم على الكورس. ده عمل بقول لك في الامتحان اعمل لي ريترو جريد مساج هتعمل لي ده. ده العمل ده نزل ايه؟ نعم نزل ايه؟ نزل ايه؟ لا احنا ما بنتكلمش دلوقتي دي حاله دي مش امبيوتيشن. ده انا بوريك مثال لريترو جريد مساج اللي هو الاصح طبعا يرفع ايده ويشتغل من ديستال بوكس طبعا يبقى رافع ايده ويعمل ريترو جريد مساج. هو بيعمل رافع ايده مثلا.
بدأ. بصوت يعني هي تضمن عملك الجلدة بالصوت كامل. المحاضرة بتاعتنا نظري وعملي مكان السكشن يعني، عشان كده لازم تستحملي شوية. كان في عدد أكبر من كده مع الدكتور أحمد. Elevation with active contraction, heat modality as useful for preparation before heat, the soft tissue mobilization, active participation in self-care. يحب القدر يستعمل الليفر، يستعمل البوشة بتاع شعره، أي حاجة. ممكن يستخدم الشوكة وياكل. بس لسه مفيش بروسيس. هوري لك ازاي دلوقتي. في ادوات يقدر يستخدمها ويلبسها في ايده في مكان الستم يقدر يستخدم ياكل فيها من غير بروسيس ولا حاجه. هيعمل انهانسنج للرينج موشن ازاي؟ دي مجرد الاول، بعد كده يعمل سوفت تيشن مورايزيشن، بعد كده جنتل ستريتش. ما ينفعش اروح ستريتش الاول، ما ينفعش اعمل بيبرز ستريتش. Range of motion exercises. All of the above can often improve motion in clients or patients with recently developed tissue tightness and range of motion restrictions. Isometric exercise allow the patient to participate in an exercise program without equipment. بعد ما بتعمل active range of motion تعمل isometric long strengthening. such as elastic bands or in دلوقتي صور كل حاجه strap on weights adaptive cups with D rings. بص كده الصوره دي، ادي elastic bands، ادي strap on weights، weights ومربوطها straps، ادي adaptive cups with D rings. بص ده الD ring اللي هي الرنج الصغيره المتعلقه اسمها D ring، يقدر يستعملها انه يعمل ريزيستنس ويشد بيها عادي يشتغل بيها. اسمها ادابتيف كاف والدي ريكس. يقوى عضلاته في الابر فور كنترول اند اوبريشن بادي باور. خلي بالك احنا عندنا كوات بادي باور وعندنا المايو الكتريك وعندنا هايبريد يعني ميكس.
او البايونيك يعني فور كنترول الاوبريشن باي باور بروسيسز اور هايبريد بروسيسز البيشنت ماست ستريتشن باي بروسيس فليكشن سكابو روتراكتورز ريتراكتورز اند ديفيشن فماسلز يوز تو ستابلايز ذا هيومورال جوينت اند سكابو توراسيك ار ترابيزيوس سيريتس انتيريور روتاتور كاف اند التوي دول الستابلايزرز بتوع الهيومورال قد ايه؟ طب هيفتح ويقفل التيرمينال ديفايس ازاي؟ مش بس كابو الفراسك بس ممكن يخش حاجه ثانيه على حسب الريمينت ماسلز ايه؟ بس ممكن حركه البو اكسبنشن تفتح التيرمينال ديفايس حركه البو فليكشن تقفل التيرمينال ديفايس open and close of terminal device is controlled through shoulder and scapular movements scapular protraction or retraction depending on the system involuntary open or close يعني ايه هنا ساعات السيستم بتاع terminal device مقفول بس بحركة المسلز يتفتح يعني هو على طول مقفول بس بحركة المسلز يفتح في سيستم تاني مفتوح حركة المسلز ايه؟ يقفله. وفي سيستم ثالث يفتح ويقفل. يعتمد على حركتين عكس بعض يفتحوا ويقفلوا الدفايس بتاعه. Combined with shoulder flexion of the residual limb produces tension on the control cable and activates the terminal device. هنا عندنا طبعا السيستم ديفايسز ممكن نستخدمها في سترينث الجزء ده مهم جدا خلي بالك وركز معايا فيه. المايوسايت تيستنج اند ترين يعني اقرا كلمه كلمه لان الموضوع مهم قوي. انت اصلا قبل ما بتعمل تلبسه المايو الكتريك بروسيس احنا قلناها مره فاتت ده مش بتعتمد على الكترودز بتحط على مسلز معينه وتدي سيجنالز يحصل امبليفاينج سيجنالز تروح ايه اوردر لايه؟ للترمينال ديفايس يحرك الترمينال ديفايس. سواء يقفل او يفتح يبني يفرز على حسب الفانكشن اللي انا عايزها. هنا بيستخدم الاي بي جي سيجنالز تو كنترول ذا بروسيس ديفايس. When a muscle contracts it generates اي بي جي سيجنالز. مش التنشن بروديوس بيحصل الكتريك سيجنالز بروديوس باي ذا مسل. The اي بي جي سيجنالز بروديوس باي ذا مسل ان ذا ريسيرفوار لين ار ديتكتد باي سيرفس الكترود مش نيد الكترود. سيرفس يعني حاجه بتروح على السيرفس. طب بره سوبت ولا جوه سوبت؟ جوه السوبت. يعني هو بيلبس كده ما بيبانش الالكترودز زي ما شفنا المره اللي فاتت البنت لما كانت لابسه الجهاز بتاعها ما حدش شايف الالكترودز ولا حاجه يقفل ويفتح ما فيش حاجه. لا هو مايو الكتريك مايو الكتريك يستخدم الماسل كونتراكشن to control the terminal device. Traditionally, the rest of flexors and extensors are used ركز معايا for transradial. يعني transradial هيستخدم الفلكسوس لو عمل contraction يبقى terminal device قفل. لو الاكستنسورز ايه اللي عمل contraction يبقى ايه؟ terminal device فتح. ده في transradial. انما طب لو humeral يبقى البايسبس والترايسبس. طب لو فوق شويه هيستخدم بقى ايه؟ البكتوراليس انتيريور والانفوس ماينيتس بوستيريور عكس بعض يعني شوف كده شورت ترانس هيومرال ديفيشن باي سايد كان اوفن بي لوكيتد ان بكتوراليس والدلتويد انتيريورلي اند انفوس ماينيتس اند ترابيزيس بوستيريور. طب الموضوع ده مش عايز كنترول كويس؟ مش عايز كوردينيشن عالي؟ خلي بالك البيشن ساعات ممكن يتعرض انه هعمل كونتراكشن للترابيزيس بس من غير كونتراليس هعمل كونتراليس بس من غير ترابيزيس هعمل ترابيزيس مع كونتراليس محتاج الاثنين يشتغلوا مع بعض يبقى عاوز تريننج عالي ولا لا؟ مهم جدا الموضوع سيلكتنج الكترون سايت خلي بالك اولا انت بتختار مكان الالكترود انا هحط الالكترود على البون ولا على المصري؟
حطه على سكار ولا على مصل؟ تروحش للسكار، حطه على مكان مصل انت عارف ان البيشنت هيقدر يتحكم بيها كويس. مش هبقى شغال على الدكتور حطيته على مصل والبيشنت اصلا ما قبل ما يحصل الامبيليشن ما بعرفش اتحكم فيها. عشان كده الاكزامينشن مهم قوي، مصل تيستنج مهم قوي عشان تشوف ايه المصلز اللي بتدي استجابه عاليه معايا. تبدا هو الدكتور ده يتحط هنا. فبيشنت ماست هاف سفيشنت مصل سترينث زي ما قلت لك. طيب ذا سايت ماست يوز موشنز ريزونبل، يعني انا مش معقول اقول له لما تعمل الاكستنسورز التمبر جواز هيقفل. طب ليه اعكس الكلام؟ ليه؟ اكستنسورز يعني يفتح، فليكسورز يعني يقفل زي ما هو متعود قبل الامبيوتيشن. يعني ما ينفعش احط على 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 مكان بيستخدمه في اكستنشن باترن على ان هو يعمل له فليكشن. عايزين يبقى في عقلانيه شويه في الالكترود سايد، وده مهمتك انت بتحدد الالكترود سايد. The side must use muscles that when activated will not interfere with or inhibit normal activity. مش معقول تعمل لي حركه غلط، يعني ما تبقى مصر تعمل لي اكتيفيشن صلاة اكتيفيشن ما تعملش حركه غلط او حركه مش مرغوب فيها. If dual control is desired, the side must use two sets of muscles. يعني محتاجين بقى عشان انت بتاخد ايه؟ بتاخد السيجنالز من المصل وتنقلها للترمينال كويس. طب انا محتاج هاند جريب قويه قوي، فبضطر احطه مثلا على البايسبس والبراكيالس في نفس الوقت، او بايسبس مع بريكيوراديالس في نفس الوقت، تو ماسلز عشان يعمل لي امبليفاي للسيجنالز، تكبر السيجنالز واعمل هاند جريب قويه. فده الديول سيستم، ده اسمه الديول سيستم. The electrode site must be able to be contained within the critical constraints of the site. يعني جوه الصوت مش بره الصوت. لحماية الالكترودز نفسها وبرضه الشكل بتاعه يبقى ايه بقى؟ مش حاجة باينة. أنا لسه سمعت شايف فيديو دلوقتي هقوله لك. هو افتكر البنت شايلة شنطة وورق وعمالة تقلب وافتكر إن هي طبيعية. هتلاقي هي بتقلب إيديها أصلا فيها بروسيزس. Once the best electrode site لقيناه خلاص حطينا الالكترودز بتاعتنا. The goal is to increase my side strength and to isolate the muscle contractions. احنا اخدنا في المصل الثيرابيوتيك ازاي تعزل المصل وتشتغل على سترينث لوحدها. ده اللي هنعمله. يبقى لان انت هتدخل في ثلاث حاجات، يا اما المصل تشتغل لوحدها تعزل المصل التانية ما تشتغلش. يعني بايسبس مثلا جرب انت كده اعمل كونتراكشن بايسبس من غير الترايسبس. بعد كده اعمل كونتراكشن للترايسبس من غير البايسبس. بعد كده اعمل الاثنين مع بعض. ده اللي ممكن تقع فيه. فالموضوع عايز تركيز كبير قوي من المخ. عشان كده انا بقول لك البروسيسس عايزه كومبينيشن عالي. واحد بيفهم كويس ويفكر كويس وفانكشنال كويس. البايونيك هاند، خلينا نشوف البايونيك هاند. Thank you.
ترانسليشن بيوريله على الديفايس يحط الالكترود ويسمع صوت السيجنالز بتاعت المصر. شكل كويس وسط المجتمع.
او لا والله انا استخدم ايد يبقى عندك احتمالات بقى بادي باور او هايبريد او اكسترنالي باور او بايوليكتريك او هايبريد بروسيسس او اكتيفيتي سبيسيفيك بروسيسس. ايه الاكتيفيتي سبيسيفيك بروسيسس؟ الراجل ده بيخيط او بيشتغل على مكنه معينه فيها مثلا لحام فيها بيدخل حاجات في بعضها يبقى في بروسيسس تعمل لك انا عايز بروسيس بس عشان الشغلانه بتاعتي مش الشكل ولا بتاع البسها بس ساعه الشغل وهتشوف دلوقتي الراجل بيربط ابره. طيب الثيرابيست والبروثيست يعني الاثنين مع بعض بيقرروا ايه؟ Begin by educating the client on the advantages and disadvantages of various upper extremity prosthetic systems. يعني بيحاولوا يقولوا الادفانتجز والديسادفانتجز بتاعت كل انواع البروسيسس بحيث البيشنت يبقى قدامه الاختيارات واضحه. وكمان لو يا ريت كمان الثيرد بارتي قاعد معاهم اللي هو بتاع الانشورنس يقولوا انت عايز البايونيك بس مش مغطيه بالبادي باور بس لا والله الكوزموتيك ممكن تمشي معاك انما مش هندفع لك مش عارف يعني يبقى عارف حدوده ايه. البيزك بروستيك تريننج ويهمني قوي 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 اول نقطه يبقى عارف ازاي يعمل سكين كير سيلف كير اندبندنت سكين كير سكين كير اوف ريزيدوال ما يجيبش بقى يا فلان تعالى اعمل خبط على الجيران بقى لا هو بيعمل سكين كير لنفسه دي اول حاجه كبيزك فور بروستيك تريننج to increase wearing tolerance نص ساعة نزود وقت نص ساعة كل شوية عشان نزود وقت wearing tolerance to become independent in donning and doffing دي لوحده بس لما حضرتك دلوقتي فيديوهات الكلام ده to understand the function and operating scheme of various prosthetic components شوف بيلبس وخلاص لا عارف ان دي سوكت وظيفتها ايه؟ عارف ده هارنس مهمته ايه؟ عارف ده تيرمينال ديفايس مهمته ايه؟ يعني طبعا تشرحها له سيمبلي. To develop necessary skills to use and control the processes effectively. البيزك بروستيك تريننج بيتكون من ريزيدوال ليمب هايجين اند كير اوف بروسيسس ويرنج سكيدول Doing and doffing, control training, and functional use skin care. Skin care بتاعنا أولا بنبدأ من الأول. من يلبس الهارنس لازم يلبسه على هدوم ولا على السكين كير لازم على تي شيرت عشان الحزام ده ما يعملش فريكشن. الاول سكين اول سكين كير ان انا او صوب صوب مش صوب صوب معناها شوب صوب داي اند ذا سوكت اوف ذا بروسيسس ماست بي وايلد كلين ويز ا دام فلو. احنا قلنا المره اللي فاتت ازاي ننظف السوكت المره اللي فاتت The harness should be removed and cleaned as needed. Patient using body powered, often wear prosthetic socks. خلي بالك and interface between the skin and the socket surface. يعني يفضل لما يجي يلبس الاوتلاينر ما يلبسوش على السكين على طول. يبقى في ايه؟ حائل ما بين الاوتلاينر والسكين. كويس حتى كمان الساكس نفسها لازم تبقى فريش وكلين وتتغير يوميا. يعني هتبقى حائل ما بينها وما بين الاوت لاينر والسكين. For those using bio electric prosthesis, الالكترودز لازم تبقى متنظفه كويس. انا بزعل قوي لما بدخل العيادة والاقي الالكترودز بتاعت الفرادك مثلا كلها جيل بلو. حاجات تانية مش عايز اقولها. ليه؟ ما انت بتخلص حاجه تنضفها يدخل عيان يلاقي منظر
انفكشن كنترول برضه مهم قوي. الالكترودز مالي كمان الموضوع ده بيعزل الافكت بتاع الالكترودز نفسها مش هيقدر السجن الصح. الالكترودز may need to be cleaned several times. انت لو بتغسل الالكترود كويس بتنظفها كويس بتطول في عمرها. العمر بيد الله طبعا بس ده بتطول في عمر الالكترود. وبيت ال بيقولوا عليه ايه؟ بيت المؤمن بيخرب قبل بيت الظالم. صح ولا لا؟ خلي بالك. لأن المؤمن ظالم لنفسه. Also, also, skin liability is important. يبقى لازم ايه؟ السكين ما يحصلوش درايس من خلال كريم، حاجات عشان موسترايزرز، عشان السكين يفضل دايما ايه؟ سوفت اند كلين. ويرينج سكيدجول. اب اون انيشال فيتنج. خلي بالك بس ممكن ما تكونش فيت. انا بلبس السكيزس بس يا دكتور انا المنطقه دي بتوجعني في الريزيدوال ليج الاستامب في حته بتوجعني جدا وانا لابسها او لوز بتفك منه. فتخلي بالك لان احنا في البروسيزس فيتنج ممكن تغير البروسيزس سيفرال تايمز لغايه لما توصل للحجم الايه؟ المناسب والسايز المناسب ليك. مفيش حاجه فري سايز. مفيش حاجه يونيفرسال. كل واحد بتوصل له على حسب السايز بتاعه. Initially the prosthetic wearing period typically 30 minutes at a time for up to 3 times per day. 39 دقيقة لغاية 3 مرات في اليوم. Initially after each wearing period prosthesis is removed وskin condition examined. بتشوف ايه في skin condition؟ لو ما سكتش هحصتك بتشوف الاريز اوف ريدنس. ولو الريدنس ده استمر اكتر من نص ساعه يبقى كده في مشكله في ايه؟ في البريشر بوينتس. في نقطه عليها ضغط جامد قوي يبقى كده مشكله في الفيتنج بتاع البروسيس. If no skin issues developed الويرنج تايم لو مفيش مشكله في السكين الويرنج تايم ايه؟ بيزيد ولا بيقل؟ وما فيش مشكله في السكن. دونينج اند دونينج. Both body powered and bioelectric prosthesis can be done by either push in and push on. هنشوف دلوقتي الشكل عامل ازاي. زي مدخل وزي طلع. Push in and push او pull in method. Unless roll on liner هنا اللاينر وبيعمل ازاي اللاينر بتاعه؟ بيبقى مقلوب. انا هوريك تاني معلش هرجع للصوره تاني. هوريك الصوره تاني. بص معايا بيبدا بص اول صوره ده مقلوب وبعدين يدخله في الاستامب. بعد كده يقدر ايه؟ يعدل المقلوب ده لجوه. زي الشراب لما واحد ساب عنده ناس تلبس شراب يلبسه مقلوب الاول بعدين ايه؟ يدخله في رجله كله. بيعمل كده اللاينر بيلبسه مقلوب بعد كده يدخله في رجله كامله زي ما احنا شايفين يعني. في فيديو يلبسه ازاي بس يعني it offers the advantage of distributing tissue equally in the surface. لما يلبس الرول اون لاينر كده هيقدر يوزع ضغط البروسيس الصح ومتناسب على كل ايه؟ لان انت شكل الاستامب كله ايه؟ متساوي شكله مظبوط لانه داخل جوه ايه؟ زي ما بيقولوا استامبه يعني اللي هو اللاينر ده عامل له شكل معين شكل منتظم مفيش حتة بارزة وحتة لا شكل منتظم. Pull in to the socket is accomplished in the following manner. ده العمل. The patient applies no friction sleeve often made of
باراشوت تايب ماتيريال اوفر سايزين وندر فالديستال اندو تسليز بوزيشن ثرو اقول البول ان ذا وول. طيب بص الفيديو هو اصلا مفتوح
وبستخدم الماسك كونتراكشن عشان يقفله. Transurethral prosthetic devices as dual control cable system. The client must demonstrate control of the terminal device, wrist and the elbow locking and unlocking mechanism. Activation of the elbow joint for elbow above elbow amputation combines three movements: scapular depression, shoulder extension, and abduction. Activation of the elbow joint of the above elbow. يعني هو عامل ركز البروسيسس وفيها جوينت. هنعملها اكتيفيشن ازاي؟ عن طريق الشولدر اكستنشن والسكابولر ديبريشن والابدكشن. This down, out and away. يعني ايه down, out and away؟ يعني down, out and away. Down يعمل unlocking. Out يفتح. وaway يقدر يستخدمه. When the elbow component in the transhumeral prosthesis is locked, يعني هو ممكن يقفل يفتح بالداون ويخبط تاني خبطة برضه بالداون يقفل. يعني طيب والفيديوهات موجودة بتشرح الكلام ده، إن شاء الله نزلتوها. Shoulder disarticulation prosthesis may use as a manual operated friction held shoulder unit, a dual cable control system. Is also used for this level of amputation. استخدم ايه بقى؟ عشان operated nudge control will be used if the client doesn't have sufficient shoulder movement. يعني بيستخدم بقى ايه ساعتها؟ بيستخدم رقبته، حركة رقبته عشان يقدر يحرك الشولدر. Clients with high level of amputation اللي هو disarticulation او ياخد معاه scapular thoracic كمان. Or those with nerve involvement may need to use also chest expansion. يعني ياخد نفس جامد البروسيس يفرد يعني نفس مثلا صغير البروسيس مش عارف يحصل ايه، يعني استخدم الشيست اكسبانجن لانه ما فيش مجال انك تستخدم حاجه ثانيه. ده للبادي باور بتاعنا. Control and functional use of myolateral prosthesis. ده قلنا ان نستخدم تو سايت، واحد لانه يفتح وواحد انه يقفل، للفلكسورز يقفل والاكستنسورز يقفل. انا ما بفوتش معناها ان لا انا قايل الكلام ده في الاول. Advanced functional skills. There are five characteristics of advanced functional skills training. أول حاجة Client's Rehabilitation Plan is individualized. إحنا قلنا أنت بتفصل البلان على حسب كل patient. ممكن patient يقول لك أنا أصلاً مش عايز بروسيسس، يبقى أنت شغلك واقف معاه لغاية الإيه؟ Pre-prosthetic training. واحد يقول لك لا أنا هستخدم كوزموتيك، يبقى أنت مش محتاج تقوي عضلات عشان يفتح ويقفل الترمينال ديفايس. يبقى كل واحد بتفصل له على حسب. The client uses tools or interact with an object such as writing, hunting style, or sports equipment. Advanced prosthetic training involves complex multi-step tasks that are typically by manual. Training involves the client's prosthetic device of choice, activity selection, and training is meaningful to the client. Instead of self-feeding, سيستخدم النايف، سيلف دريسنج، سيلف تواليتنج. شوف الفيديو. قاعدة في الاوفيس وبتشوف بتعمل ايه. اللي معلش الدور نفسه. هي شايلة الشنطة دي. بتقلل الورق. Hello.
جماعه هايبريد الاثنين استخدم ماي الكتريك مع بادي باور. كل حاجة بتعملها دلوقتي 10 دقايق وهبدأ إن شاء الله.